Ti amo, risotto. E ci vuole un giorno un male italiano. Diciamo che per me è stato qua. Va, شوقتني حبيبي، أول مرة بشوف دقنك مو مزبطة. آسف يا عمري، يلا هلأ بزبطها. الله الله، زبدة وعسل هي أكلتي المفضلة. صحة وهنا يا عمي. لك عن جد أنا مالي عارفان كيف بدي أترك هالعيشة بالجنة وأرجع لعند هدول الخناشير بالشغل. يا حبيبي بكفينا عسل، يعني صار لازم نرجع على شغلنا. بتعرفي؟ يا ريتني عايش بأيام زمان. كنت قضيت معك هلأ شهر عسل كامل بـ30 يوم. مو كلهم كم يوم هيك راح يوصل الوقت، والله العظيم ما تغنيت فيك. ليش حبيبي ضروري نعيش العسل بس بشهر العسل؟ ان شاء الله كل ايامنا عسل بعسل. لك ان شاء الله بيقبلني العسل، انا متاكد من هالشيء. صحة وهنا يا عمري. على قلبك حياتي. خليني طعمك بايدي. ان شاء الله بيقبلني هالتمر اللي مثل الفستق. خلص ميدو، والله مستحيل. لك الاخير ربه اللي بيستحيل. حبيبي ليه قاعد تطلع فيني؟ يعني ما بعرف حبيبتي، بس انت فيك شيء تعبانه؟ اول مره بشوف هيك وشك معي. لا يا عمري لا، الشاي نسيت الشاي. ان شاء الله بيقبرني.